لأول مرة احتفل العالم في 4 فبراير باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وسط امتنان وتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تلك المبادرة التاريخية، مبادرة الأخوة الإنسانية، إثر رعايته لوثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في الإمارات في 4 فبراير 2019. هذه المبادرة التي تساهم في ترسيخ مفهوم أنه العرق، اللون، الجنسية، الدين، كلها أجزاء من ربط الإنسانية بالأخوة.